أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين النهي عن وجود القبور داخل المساجد وبين وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده؟ نعم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخل مسجده في الأصل، الرسول دفن في بيته خارج المسجد، وإنما غلط بعض الخلفاء بني أمية فأدخل الحجرة في المسجد، هذا خلاف الأصل. أما الذي تعمد يدفن الميت في المسجد هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وسيلة من وسائل الشرك. أما قبر الرسول فلم يتعمد جعله في المسجد، بل كان خارج المسجد ودفن في بيته محافظة عليه من الغلو، محافظة عليه من الغلو، وكان مصونا. ولما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك غفر الله له أدخل الحجرة بدون مشورة من أهل العلم، ولم يرضى أهل العلم عن ذلك، هذا تصرف ليس حجة في أن يكون قبر النبي داخل المسجد فيقاس عليه القبور الأخرى، لا هذا حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.